جمول ترى لوعت كبدي، ما بقى مكان ما وديتك اياه، صار لنا ساعه نفتر، حتى البحر يبتك. تعتش قول يا اخي، قول قول، ذبحت ابوي؟ شو الحكي جابر؟ يعني انا بذبح ابوي؟ زين لحظه، انا شفتك ترى عند المحقق قاعد تبول بريجك، وجهك قاعد يقط الوان، كل ساعه يتغير لون وجهك، وعيونك تبح لك كذي وخايف، يعني شكلك مشكوك فيه. تعتش قول، ذبحت ابوي؟ زين وين شهادة الوفاة؟ وين قبره؟ بروح قبره يا أخي، بصلي ركعتين عند قبره، بدعيله، بشوف قبر أبوي. كيفي كيفي أبوي؟ الحين تذكرت أبوي؟ وينك عنا قبل؟ ولا كنت لاهي كم عنده وكم بتوره؟ أقول لا تقعد تغير الموضوع، ترى المحقق يقول أن فيها جريمة. جريمة تدري شنو يعني جريمة؟ يعني تروح فيها، أنا أخوك أساعدك، اعترف قدامي أحسن لك، أحسن من المحققين والمحاكم. إيش فيك؟ بعدين ترى أنت وضعك أنت جميلة وشافي ما يطمن يعني، بس أنا ما توقعت إنها جريمة. قلت قعدتكم هذه اللي تقعدونها مع بعض وخاشين عني وايد سوالف، بس ما طلع علي إنها جريمة، بس ما يندرى عنكم تسوونها. ها ذبحت أبوي؟ ألو؟ إي نعم، أهلا وسهلا. خير؟ ليش تبوني؟ شو السالفة؟ زين وين؟ أي منطقة؟ حاضر حاضر، شوية وأكون عندكم إن شاء الله. حياك الله. جميلة صاير من اللي ما عجب التليفون؟ هذول المخفر متصلين فيني ويبوني الحين أروح لهم. ما قالوا لك ليش؟ لا يا ويلي، لا يكون اشتكى عليك والمباحث دلوا الطريق. انت بعد لا تخوفيني زياده، بقى انا بروحي خايفه. سكتي عني. امي لا يطلبوني انا واوس بعد. استاذ نواف انا ترى مو راضي اصدق الموضوع، مو راضي يدش براسي، مو مستوعب كلش. شلون يصير كذي؟ احنا الحين جايين نبي نضبط قضيتنا ونكسب ورثنا، تطلع لنا قضيه شد جريمه. سبحان الله، هذا الواقع، ربك اراد ان الحقيقه تنكشف. ماكو جريمة كاملة. ما أدري إيش أقول لك والله. أخوي جمال، أخوي جمال اللي مدلع طول هالسنين، أبوي مو مقصر معاه بأي شيء، ما يرد له أي طلب ومبدي علينا كلنا، يذبح أبوي؟ جمال يذبح أبوي؟ يمكن يكون هذا الظاهر، بس الباطن ما حد يعرفه إلا جمال وأبوك المرحوم. بعدين لك سؤال، بعدين لك. أنت يا جمال اللي تسوي كذي؟ معقولة؟ تذبح أبوي؟ سكت، أنت ما تدري عن شيء. إي ما أدري عن شيء، أنا ما أدري عن شيء. صيد أنا ما أدري عن شيء. أنت اللي تدري، يقول تحكى، سمعنا. قصر صوتك. أهلاً مدام جميلة. انت ايش عندك؟ وراي وراي، انا من اشوفك اشوف المصايب كلها تمطر علي. ايش عندك؟ ممكن توخر عن طريقي؟ طريقك وطريقي واحد، انا قلت لك ما راح اهدك وراك لين ادخلك السجن. فال الله ولا فالك. جمال انت هني؟ فهمني، اتصلوا فيني قالوا لي تعالي يبوني هني بالمخفر صاير. فهمني. سلمي سلمي، انت بالاول قولي السلام عليكم. سلمي جمال ليش ساكت؟ بعدين لحظه، انت تدقين عليك يبونك هني؟ ايش يبون فيك؟ خوش والله خوش، لا تسعت الدائرة. رد علي جمال، قول لي صاير، ليش ساكت؟ ما مالك شغل جمال، تركت من جمال، خلي اخوي عندي. ها بعدين انا وجمال من شفناك ما شفنا غير المصايب والبلاوي. نعم استاذ نواف، ايش تبي فيني؟ خلاص ما بيننا شيء. ما عليك منه، من شفنا هو ما يتمنى الا البلاوي والمصايب. ليش؟ علشان يبي يكشف الحقيقة الريال. تعال جمال تعال، تعال اقعد اقعد اقعد، خليها تولي اقعد. فيصل وينك؟ شايبك مو محتاجينك اليوم؟ انا بغيتك شوي. خير، ايش بغيتيني فيه؟ بغيت اسال اذا اقدر اسافر ولا لا. تقدرين تسافرين، انت المجني عليها مو المتهمة. زين متى بتسافرين؟ بسافر باكر، انا مليت وزهقت وطقت كبدي، وكلمتك اكثر من مره ما رديت علي. سكرتيرك قال انك عندك هني. الظاهر ان تليفوني صامت. اقول من هذا اللي واقفه هناك؟
عندها قضية مسكينة، باين عليها خايفة وعلي عليها، حتى ما أدريش منها خايفة. تصدق ما أدري، أحس كني شايفتها بس وين ما أدري. ها بس مشكلتي إني ما رمك زين. أقول لك أنا بسافر واتكل على الله، وأبي منك الأخبار الحلوة تبشرني فيها. خير إن شاء الله. تامر على شيء؟ ما يامر علي ظلام. يلا مع السلامة. ما نام. صار لهم يومين يروحون المخفر ولا يقولون لنا ليش. واي سكتي، أنا ميتة من الخوف، قلبي قارصني، خايفة أنهم سوين شغلة شايدة وما يبي يقولون لنا. ولا شاف المحامي طولت غيبته ما له عوايد، كان علمنا شو السالفة وابي يوقف قلبي. تبوني أروح وأعرف شو السالفة؟ أقول أنتي ما تسكتين أحسن لك. إيش تبين أنتي؟ تبين مشاكل؟ هم مو قالوا لنا لا تتحركون من أماكنكم، قعدوا انثبروا. إيش فيك؟ اثبتين لي. خاصة أخو جابر، تعرفين سالفته، بيقلب البيت على روسنا. منه وجابر وأنا أقلب البيت على رأسنا للحين على هالسواية؟ أقول سكتي بس. إيه بس أنا عايز أدق عليهم ما يردون علي. تقون دعمين أحد؟ متخانقين؟ يا جماعة ما لنا إلا الصبر، إيش فيكم أنتوا؟ ننطرهم ويجون ونعرف شو السالفة. قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بس هم بعد ما رح يقولون. لا حبيبتي، هالمرة غير، لازم نعرف. تكفى يا أوز، روح شوف الموضوع. انت ليش ما ترد علي؟ تعبت، ترى تعبت وانا احاكيك، اتلفت اعصابي خلاص. انا مستعده اروح. وين بتروحي؟ ما انت خايفه؟ انا وانت نصبنا على الريال، ويا جميله خذت الفلوس بارده مبرده من الريال، واحنا نطالع ونضحك. والله ما حد طق على ايده، هو اللي عطاها المهر برضاه، يستاهل. هذا الحكي انت تقولينه وانا اقوله، لكن القانون يقول شيء ثاني. ايش بيصير يعني؟ بيصير شيء، ياخذونا يطبطبون علينا ويقعدونا في سويت، يقولنا يلا قعدوا بالسجن كم سنه، قعدوا. يا فضيحتنا، يا فضيحتنا يا اوس. قول يا عمرنا اللي بيضيع، قول يا حياتنا اللي بتضيع، قول بنيتنا المسكينه وين بتروح وين بتي، بناكلها واحنا نضحك. هاي القهر، هيا القهر. الحين ممكن أعرف أنت ليش خايفة؟ أنت تقول جريمة قتل وقتيل والقتيل هو زوجي صلاح. زين، أنت قلتي أن اليوش البيت كانوا ثلاثة لما رجلك كان مريض، صح؟ إيه صحيح، هما كانوا جمال والمحامي شافي والطبيب لما مات زوجي، هما كانوا موجودين عندي. زوجة صلاح براسين كان مريض؟ اي كان مريض بالكلى. بالكليتين؟ لا وحده، هو كان زين وبعدين فجأة صار هو يعني مريض، وانا دقيت على المحامي وجمال والطبيب ويوم لما مات هو. زين، انتي ما شكيتي فيهم؟ بلا شكيت حتى وصارخت وايد، وبعدين حبسوني في الغرفة مع الشغالة في غرفة غير غرفتي، حبسوني وقعدت صارخ وايد وقفلوا علي باب الغرفة. زين، وعقب سويتي؟ طليت من الدريشة، شفتهم فاتحين دبة السيارة وقاعد يحطون شيء بالسيارة، ما أعرف شنو هو، ما أدري زوجي، ما أدري هدوم، ما أعرف، ما أعرف، وخفت وصارخت وقلت لهم ريلي اهدوا، ريلي يا حرامية اهدوا، ريلي يا حرامية. أنت متأكدة من أقوالك هذه؟ أي نعم متأكدة، ومستعدة حلف بعد، وقمت أصرخ هدوا ريلي هدوا ريلي ولا أشتكي عليكم هدوا ريلي. في شيء ثاني بعد حضرة المحقق؟ الحين أنت جايبنا المخفر علشان نقعد بالمواقف هني، مو من صدقك؟ لا أنا مستانس ومرتاح لله الحمد هني، وقاعد اكل حب وناطر جميل لما توصل. انا ما عندي استعداد اني اسلم نفسي للمخفر بايدي، انا بروحي طاقني عقر بقر وخايف. يا سلام،
يعني انت الحين يا ابن البيت للمخفر هني علشان تقعد يا حبيبي وتقعد تاكل حب؟ ايش رايك نمر وناكل ساندويتش بعد؟ اي والله كان زين ابي اكل بمشكل. يا ريال عيب عليك، دش داخل شوف المره تبي شيء، محتاجه شيء، صار لها شيء. احنا عارفين ايش يبون فيها، وعارفين انها ما راح تطلع من هذا المكان، وعارفين اني بيجي اليوم اللي بيسحبوني انا معاك وان شاء الله يسحبونك انت بالاول. لا انت تنكت مو من صدقك. السالفه هذه ما فيها نكت ولا فيها ضحك ولا فيها قشمره ابدا. هي جبان، بين على حقيقتك. مالي مالي توكل على الله. جمال امرت ابوي بشره ايش قال لك المحقق صار داخل تحت شي يقولي انت مو شغلك اسكت. جمال تحت شي انا اقول لك شي اسمع كلامي ها، هذا المحامي اللي واقف وراي ترى ما ينفع مو شاطر ولا تقرب يما اشوف لك محامي ثاني اشطر. ليش صار عند المحقق؟ والله انا قلت ما يملي علي ضميري. اللي هو انت اسكت اسكت ما احب اسمع صوتك، رنت صوتك ما احب اسمعها. الريال سألت سؤال جاوب عليه بلا قرقه. انت بعد بلا قرقه صوتك ما احب اسمعه، حتى رنت صوتك انت اكرهه. خليك منهم خالتي الحين كلميني. اسمع انا قلت حق المحقق انك انت والمحامي شافي والطبيب قتلت زوجي صلاح. والله والله راح ولدنا من جيسنا، راح ولدنا من جيسنا. هذه مينونه. انت المينون مو انت اللي رفعت علينا قضيه وطلبت شهاده الوفاه؟ رفعتها بناء على طلب موكليني. الله اكبر عليك يا جمول، الله اكبر عليك، توصل فيك المواصيل تقتل ابوي، قتل يا الظالم قتل. انا متاكد انها معاهم بالجريمه وتبي تطلع نفسها براءه. انا اتوقع بعد مرتبوي يا مرتبوي انا بسالك سؤال بس ممكن تجاوب. انت تسكت، انا اكرهك، تعرفين شنو في كره بالدنيا؟ انا اكرهك واكره هذا واكره عائلتكم كلها. مجرمه تسكت وتوخر عن طريقي ولا تبحك. ها شفتوا شهدوا عليها تهددني تبي تذبحني. بس يا جماعه خلاص يا جماعه خلاص، لا تغلط على مرتبوي. انا قايل لك راح ادخلك السجن لو مستشفى الميانين. روح دخل مستشفى الميانين تكفى، مستشفى الميانين اول اسم من السجن، وانت بعد هم ما ترضى عليها تدافع عنها. تبي تعرفين شنو مصيبتها؟ روحي ليش داخل، روحي سئلي عنها، سئلي عن مصيبتها شو يقولون لك. سجلي قالوا ورا كل امراه مصيبه. لا والله ورا كل مصيبه تحوش المراه ريال ظالم. الحين انا ابي ادش داخل وانت اقعد يا حبيبي اقعد اكل لك حب وبتشوف شلون الحريم سباع. من وين جايب هالمثل؟ احنا سباع وندك قاع. جميلة حبيبتي بعد عمري الحمد لله على السلامة. فكيني بروحي حرانة وزهقانة ولا عجبني ومحترة. جميلة شوي كذي كلها تفشلين الواحد. ركبي ورا يلا ركبي ورا ركبي ورا خلصيني ناقصتك انا بعد اللي فيني كافيني. انا ودي هالمصبغه منا اهو مصبغه. لا لا قصدي غسيل تشحيم. يا رب رجع لي جمال، يا رب يا حبيبي رجع لي ولادي. يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب رد لي ولادي جابر بالسلامه يا رب. يا رب افرجها بوي جمال، يا رب يا رب افرجها بوي حبيبي ولدي ما عندي غيره. يا رب يا رب افرج ابوي ولدي جابر، يا رب يا ربي ما عندي غيره. انا لساني طويل، انا لساني طويل. اخ انت ايش تبين؟ قاعد تقلديني بكل شيء قاعد اقوله. انا قاعد ادعي حق ولدي، انت شكو؟ انت الحين ايش فيك زعلانه؟ انا قاعد ادعي مثلك ما اعرف اقول نفسك. والله انا لا دعيت حق ولدي الا ولدي طيب ايش حلوه زينه يسمع كلام امه، مو مثل ولدك هذا بلسان طويل اللي كله بيكسر البيت وعمره ما كسر شيء. لا عاد خيزران حدك عن ولدي ترى طيب. بس عصبي عصبي. انتوا بعدين معاكم قولوا اللي تبونه الله يخليكم، بس من غير نجره وهواش. تعالوا تعالوا قعدوا ان شاء الله. اي والله صادق بنيتي كلها نجره وهواش بروح اللي فينا مكفينا. يلا ناخ يا ربي. هاو خالتي انا اسفه سامحيني. هذه بعد مسكينه يا حبيبتي انا مو زعلانه منك. قعدي يما قعدي. انا اللي احبه جمال احبه واللي موت عليه جمال اموت عليه. انت حسبت بنتي ادعي حق ريلك يما ادعي ادعي الله يرده بالسلامه. اشتوا ايش هالذراب اللي نزلت عليها؟ انت شفتيها؟ انت ايش فيك؟ ليش ما يعجبك العجب؟ لا
الامور تغيرت يا يمه. بعدين اشرح لك. وي جابر يمه الحمد لله على السلامه، الله ردك لي بالسلامه، فديت عمرك. الله عليك جمال وينه؟ ليش ما يا معاك ولدي؟ قول لي جابر تكفى حبيبي. وين اخوي جمال؟ شو اللي صاير؟ يمه وين اخوها جمال؟ شو اللي صاير؟ انت ليش ساكت؟ جابر قول وين جمال؟ تبون تعرفون وين جمال؟ ايه سلو مرتبوي جميله. شنو؟ جابر جبار شو يقصد بهالحكي؟ واي بس اشوى ولدي رد لي بالسلامه. احنا امورنا والحمد لله استاذ ماشيه 100%. حتى احساسك طلع مظبوط برضه، في جريمه فعلا. كنت شاك في الامر، لما سالت شافي ما جاوبني، لان وصلنا لشهاده الوفاه الغير موجوده اللي كشفتهم. بس يا استاذ نواف جميله طلعت براءه دلوقتي وهي الشاهد الملك. لا لا هذه انا شاك فيها انها هي المحرك. بس الغريبه يا استاذ نواف، انا ساعات احس ان انت بتكرهها قوي، وبرضه ساعات احس ان انت متعاطف معها جدا. كلامك صحيح يا طارق، احيانا احس انها مسكينه، واحيانا احس انها حياله وخطره. طب تحب يا استاذ نواف اخلي واحد من رجالتنا في المكتب يراقب كل تحركاتها؟ صباح الخير استاذ. هلا يا محمد. وين الجماعه؟ ليش متاخرين؟ ليش متاخرين؟ ليش جابر شو متاخر؟ كلمت جابر لقيته في المخفر ومعاه جميله بعد. شو مودي المخفر؟ ما ادري. العلم علمك. شو في هذا؟ يعني ما يدري ان اليوم عندنا اجتماع وايد مهم، وايد 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 مهم، وما ينفع يتاخر. انا بصراحه ما ادري ايش اقول لك، لكن هو ما ادري انا شنو وضعه في المخفر، شنو مشكلته. على العموم اذا انت كلمه بنفسك. زين تقدر تروح الحين، واذا هي جميله خلتيني هني بروحه بروحه. ها بروحه ان شاء الله ابلغ. ما كل الخير، طمني حبيبتي وطمني امي واختي. زين حبيبي ممكن اعرفت ليش طالبينك؟ ترى كلهم هني قاعدين ويحاتونك ويخافون عليك بعد. اطمني وطمنيهم حبيبتي، ماكو شيء يخوف. وين امي؟ وين اختي؟ كلهم يمي، التلفون على السبيكر وقاعد يسمعونك. وين امي؟ اعطيني اياها. جمال حبيبي ولدي يمه عمري. يا حبيبتي يمه، لا 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 تبكيني يمه، ماكو شيء صدقيني. جمال يمه قولي انا شلت السبيكر. قولي يما تكفى، انت مسوي شيء شايد، في غلط، في شيء، تكفى قولي يما. يما انا في مره كذبت عليك؟ لا يما اعرفك عدل، زين الشباب وعاجل وما تاذي احد ومالك شغل بعد. عايل اطمني، رقدي وامني، انا ولدك تربيت ايدك يا يما. ادري يما، ادري حبيب. يلا حبيبتي انت. يلا لا تبكين. مع السلامه. يحفظك الرحمن، حط بالك على نفسك ودفي نفسك يما حبيبي. ما علي يما، خلاص لا تبكين، لا حول ولا قوة الا بالله. يا حبيبي يا وليدي. هاي يما ايش قال؟ يقول لا تطمنه، وانا مو مسوي شيء وماكو شيء يطمنه. ان شاء الله يا رب يفرجها يا ربي. يا حبيبي. اضحك وياك، تعالي اضحك وياك بشوف قوية ولا مو قوية. تعالي. هي قوية. تعالي قوية والله. انت ما تعرف جميلة تخوف. لا تخافين انا معاك. ما تهدني وتروح. لا تخافين. تكفى ما تهدني. لا تخافين. سبع سبع لا انا معنا تسعين. شعرها على وجهها، انا على بالي خروف عربي. مسكينه شعرها كذي، لا قاعد اعيب عليها. خاف خاف شي روح حاجي. انا اروح. تكفى تعال. فيها نفس، فيها نفس، فيها نفس. انت ابتدي. انت حرمه، عيب حاجي بحيمانه. ابتدي. هاي لسه. حيا.
جميلة حبيبتي. كفو كفو. حلوة جميلة. حلوة جميلة يا عمري. انتي منيتي وانتي ساكتة وما تحكيتي، طمنينا ايش صار هناك؟ شفتي سعود؟ تعرف عليك؟ تنفست. شفتي؟ كملي 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 كملي. واكيد بينادونا وانتي ما قصرتي، قلتي كل شيء علينا، فتنتي علينا وقطتي كل التهايم على راسنا. لحظه خلنا اقول لك قلبي كله، قطتي كل التهايم. صدق انك ما تستحي. انا اخلاقي كذي، انا يا اوس اخلاقي كذي وفتن عليكم. وبصير نذله وبخليك انت تكون صادق بكلامك، واخليهم يجون يسربونك. عيلي عيلي جهد الثانيه. وراح يجيكم مني أكثر. يا الله شترك يا ربي. انكشفت امور كثيره والادله صارت بيدينا. زين لقيت شهود؟ فيلم وثائقي يثبت الواقع اللي صارت. انت تدري الفتره الاخيره محلات التجاريه والعماير اغلبها صار فيها كاميرات مراقبه، ولحسن الحظ العماره اللي صارت فيها السالفه كان فيها من هالكاميرات هذه. عدل، والوجوه واضحه في الفيديو؟ بعضها واضح وبعضها مو واضح. زين نقدر نشوفهم؟ طبعا، والأهم أن موكلتك تشوف الفيديو هذا عشان نبيها تتعرف على المرأة المحتالة. يا صباح الخير يا اللي معانا، يا اللي معانا الكروان. دوم دوم هلو ناسا يبوى. دوم شانك يبوى، شو أخبارك؟ Don't touch me. Why my father? Don't touch me. أوكي أوكي. شايبك انت شايبك؟ أنا ما أنا قايلك لا تي، لا بغيتك اتصل فيك، انت الوحيد اللي تدري اني انا بشهر العسل. هذا كلامك. ايش اللي جايبك؟ ما غير جاي اكيد وياك اخبار تغث. قول ايش تبي؟ يبا ايش اقول لك بعد هالحكي؟ شنو تبي نقول؟ معناها انا وراك اخبار تغث. شوف انا ما اتحمل ترى، ما اتحمل، انا ريال مريض، اي خبر يغث ممكن يطيحني الفراش واموت. لا اسم الله عليك، يومي قبل يومك، بس الامور تطورت. قلتها تطورت، هذه بعد شنو معناها؟ لا جيت دونت تونت مي. شوف اذا بغيتك اتصل بيك، اذا بغيتك اتصل بيك الحين. عطني عرض مقفاك. زين لا تزعل نفسك. عطني عرض مقفاك. روح. لا تزعل نفسك خلاص. بطلع 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 والله بطلع خلاص. اوكي اوكي ماي فادر. اوكي اوكي اكرمكم الله المغثة. جو. أقول يا صباح الخير يلي معانا، يلي معانا دارلينج. معقولة يا جابر؟ معقولة اللي تقوله؟ ما أنا مصدقة. أنا ما أنا مصدق، أنا من سمعت الخبر وأنا ما أنا مصدق وتعبان مو قادر أنام. مو معقولة، ما أنا قادرة أصدق اللي قلته يا جابر. أنا صح شكيت بأخوي جمال وبالمحامي شافي إنهم يبوقونا، بس ما يا على بالي المسألة فيها قتل. الحين السالفة أكبر من كذي بعد، يا ليت يت على كذي. أنت تدرين من اللي شاهد عليه؟ منو؟ مرت أبوي جميلة. جميلة؟ يا جابر أنا من شفت جميلة هذه ما حبيتها. شفت؟ من دشت حياتنا جميلة وحياتنا كلها محفوسة فوق حدر. لا نطري نطري بعد نطري، السالفة ريضة نطري، بتشوفين أكثر منها. جمال يمه انت منيت من برا ودشيت وانت متضايق، ما قلت حتى كلمه واحده، وان شاء الله ما ضيقت الا فرجت يا وليدي. محنا ان شاء الله وتزول. اصعد فوق ارتاح ونام، وانا اسوي لك اكل مع عصير فرش ويبلك.
أنا صدق تعبان ومحتاج أريح جسمي ومو مشتهي أكل. مشكورة ما تقصري. أنا ابنك. جمال. جمال يما اسمعني جمال. جمال وليدي. سمعتي أخوك شي يقول؟ سمعتي ما يبي ياكل حتى ما يبيني أودي له الأكل فوق. زين يما على إذنك بروح أشوف أخوي. تعالي أنت تعالي. تعالي يم المصايب يم المشاكل، ايش عندك بتغثينه؟ قاعد اقول لك يقول انا مريض وتعبان، بتغثينه زياده؟ ايش عندك؟ شنو بتقولي له؟ تحكي. الو يما لحقيني، متهمين جمال انه قتل ابوه. ايش قاعد تقولين؟ شو تخرفين؟ من وين جبتي هالحكي؟ جمال طلبوا المخفر. راح لهم وحققوا معاه. وشون عرفتي؟ من جمانة وجابر. جابر كان معاهم بالمخفر. بس قولي لي خالتي جميلة رجعت من التحقيق؟ ايش درج؟ هم كانوا يحققون معاها؟ مو قلت لك من جابر؟ متهمين جمال انه قتل ابوه. شنو؟ يما تدرين عاد منو الشاهد على جمال؟ خالتي جميلة هي الشاهدة، هي اللي قالت ان جمال قتل ابوه. جميلة؟ خلاص خلاص زينك ووضحتي لي امور كانت غايبه عني. يلا 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 مع السلامه. جميله 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 ويما ها اطلبوني مره ثانيه للتحقيق، يبون مني شيء. شبون قومي قومي فزك هالميني. انت ايش فيك دفشه مربوشه؟ اكو واحد يدخل على واحد نايم بالطريقه هذه؟ زين ما زر عقلي ما وقف قلبي. بغيت تموتيني مره ثانيه، لا تسوين الصوت هذه وتدشين علي كذي. بغى يحوشني هارت اتاك. انا عرفت انك انت رايحه المخفر ومتهمه جمال انه قاتل صلاح ريلك. شوفي يا جميله، ترى جمال ريل بنتي وما راح ارضى عليه. كفاية انك انت مضيعتنا ومعيشتنا بخوف. انا ما ادري متى بي دورنا. طلعي برا طلعي برا. يعني شلون ما رديتي علي؟ تبيني اكذب يا دلال؟ انت تدرين انا اقول الصج، وانت كنتي معاي بكل التفاصيل من ايام ما الريال كان مريض وليه ما طردونا من الفيلا، صح ولا لا؟ مو هذه التفاصيل كلها عندك وانت تعرفينها؟ لا مو جمال، لا يمكن يكون جمال. فكيني وطلعي برا. ما عليه ما عليه يا جمولة، أنا أوريك. يما وقفت قلبي. أوف. تفضل. دام فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول مرت أخوي ما عليك أمر، ممكن تخليني شوي مع أخوي في كلمة راس؟ أخوك حيل تعبان ونايم وما أعتقد يقدر يتكلم. وسن. نعم. خليني أخوي شوي. سمعتي؟ سمعتي بدونك؟ ما عليك أمر. إن شاء الله. ما عليك أمر بس. شوف يا جمال يا أخوي، ترى الحين كل اللي بالبيت دروا بالسالفة، يعني ما له داعي تخشي. شلون ما يدروا؟ أنت ما قصرت بعد، ما خليت أحد ما قلت له. يبا مو أنا اللي قلت لهم، أنا ما تحكيت ما بطلت حلجي. جمانة هذه جمانة جمانة اللي ما ينقط سر بحلجها. سبحان الله، جمال إيش دراها بعد؟ مو أنت اللي قايل لها؟ استغفر الله رب العالمين. اسمعني يا أخوي اسمعني، ترى كل اللي بالبيت دروا هالشيء ترى من صالحك. هالشيء زين هذا مو شين، عشان اشوف لك دبره بالمصيبه اللي قطيت روحك فيها. شوف لك محامي، نحط لك محامي يدافع عنك. استغفر الله رب العالمين. يا رب سامح يا رب. يا رب سامح اخوي يا رب، يا رب سامح اخوي. اتمنى من كل قلبي ان رب العالمين يسامحك وان شاء الله الناس يسامحونك بعد. اكو حد يذبح ابوه؟ اكو حد يذبح ابوه؟ قول لي شلون تسويها؟ شلون؟ ابوك هذا ابوك. لا وعلى شنو بعد؟ على فلوس وسخ دنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة. يا رب سامحنا يا رب سامحنا يا رب. والله ما عرفنا لك يا دلال، الله يهداك.
تقولين حالتك حاله وضايق خلقك مجاب لها المنظره وتقولين زعلانه على ري بنتك شلون؟ ويه جاف وذا جاف حين يلا ترى مالي خلقانه مالي خلق افكر طفي الليت بنام وبرتاح احسن لك لا تفكر باي شيء دائما فكر باشياء حلوه وين الاشياء الحلوه اللي تي الله هداك اللي حواليك كلهم نكد بنكد ايش تقصد ما اقصد شيء لا تقصدني انا واخر شويه ابي انام تحبس نعم الو يا قمر انت يا جميل انا احبك واموت فيك لا يكون نسيتيني ترى انا ما نسيت دقيقه واحده طول الوقت انت ببالي ليل ما نهار ردي علي ليش ساكتة ردي علي ردي علي ردي علي جملو جملو ردي علي تراني أحبك وموتي فيك واي 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 لقوني يوم صاير لقوني واي يوم صاير يوم صاير هناك هناك تلقونا بغرفتي تلقونا بغرفتي ايه سويتيها ذبحت الريال جميلين لا لا سويت الريال جمال جمال هو ده جمال لا 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 يدي روحي بيعيهم واخذي فلوسهم ودبري حق اخوك محامي بس لا تخلين اخوك يعرف احنا من وين دبرنا الفلوس ان شاء الله يما لا تحاتين وان شاء الله كلها ساعه او ساعتين بي والفلوس بيدي ان شاء الله هاج اخيتي وجمال اتصرفوا فيهم رهنوهم بيعوهم انا لاني بعازتهم ولا اصلا مالت لبس من المجوهرات احنا مالنا الا بعض وهذول عيالنا صدق انك اصيله زبيده وبينتي على اصلك الطيب بس فيك عيب واحد يما شلون ما فيها عيب وبعدين تقولين فيها عيب واحد شلون شنو عيبي بالله انك شريكتي خذيتي مني صلوحي وانا ما احب احد يشاركني فيه انا اكرهه بكرهك الحمد لله على نعمك الو حبيبتي انت وينك في ليش ما تتصلين نسيتيني من معي منو انت عفوا مو امل لا غلطان لو سمحتي ممكن اعرف انا وين متصل تبي تعرف وين متصل متصل في مستشفى الميانين يا ساتر ليش حضرتك واحد منهم الله يستر
الله يستر يكون ضحية ثانية يا جميل. الله يستر. منو اللي قاعد يطق الباب كذي؟ عدال عدال لا تكسروا الباب. لحقوني لحقوني. صاريك المجوهرات المجوهرات. شو فيها؟ طلعت مزيفة. وي الحيطة بوجهي. وي وي عافوني على الفرش. وي يما يما ايش فيك؟ حيدران حيدران قربي يا قربي حيدران. اخيرا يا استاذ لقينا الحلقة المفقودة اللي تايهة مننا. المحقق قال ان في قاسم مشترك في عمليات النصب والاحتيال اللي صارت كلها، والمشتركين فيها نساء. والله يا استاذ المحقق ده الله يكون في عونه، انا مش عارف هيلاقيها منين ولا منين. بقى عنده قضيتين دلوقتي، قضيه جمال وجريمته، وقضيه الست المحتاله اللي نصبت على ام احمد وعلى الشايب كمان. قضيه جمال الشاهد فيها جميله، وجمال ساكت مو راضي ينطق ولا بكلمه، لو اقول اي شيء راح نرتاح. وانا اعتقد ان في ورا سكوته سالفه. وبعدين وين شافي؟ جميلة قالت إنه شريك في الجريمة، لا يكون حاش برا الديرة، ولازم نعرف الشريك الثالث الطبيب. من ناحية دي ما تقلقش يا أستاذ، المباحث مهتمة بالموضوع ده قوي. القضية الثانية الشرطة راح تدعمنا بالأشرطة اللي راح نشوف من خلالها كل اللي دشوا وطلعوا من العمارة اللي فيها مكتب السياحة اللي تملكها المحتالة. طب مستني إيه يا أستاذ؟ ما تروح تشوف الموضوع ده بسرعة، خلينا نخلص بقى من الموضوع ده. وام احمد لازم تكون معانا، لانها هي الوحيده اللي تعرف اللي قص عليها واللي ضحك عليها مع حارس العماره. يا راسي هاي بينفجر بينبط 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 يعورني. راحت فليساتنا راحت فليساتنا وراحت الماساتنا وراح كل شيء كل شيء راح. المشكله دشت حتى نبره صوتها تخرع. غير عندي ذهب والماس ما نقدر حاجيها. بيوقف قلبي بيوقف قلبي. يما انا عقلي اللي طار مني. يما شلون قصت علينا؟ مو انت اساس الذكيه النبيها حتى انت انصبت عليك. أهلف لكم أنا رحت عند الصايغ قال إن الخاتم وايد غالي من مجوهرات الثمينة. صدقنا شيء عطتها خاتم صدقه عشان نصدقها، ويوم صدقناها سليمة صكنا خدنا منها كل الخواتم كركشتنا. يعني بصير من الهاي هاي صرنا بالباي باي. آخ يا قلبي آخ. قولوا لي إيش بنسوي بالله إيش بنسوي؟ بكي بعد حظي بكي إيش بنسوي؟ ما نقدر نسوي. المشكلة إن لا نعرف تليفونها ولا نعرف عنوانها ولا نعرف منو هي. أقول لك دشت علينا شلون 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 دشت؟ ما مو مجوهرات عندي مجوهرات. أي مجوهرات البيع. أنا عندي مجوهرات. رخيصة رخيصة. نقدر نشتكي عليها. إيه بيدنا شيء إن شاء الله راح أشتكي عليها. بلا ما تقولي شلون تشتكين عليها يا بنت أمك يا الذكية. يما هذه نصابة محتالة لها طرقها الخاصة وأنا هم بعد لي طرق الخاصة راح أشتكي عليها. شفيكم شفيكم الصاير شفيكم شار الصاير يا جماعة. شفيك في أحد مات يا جماعة؟ في شيء؟ لا يما ما حد مات ما حد مات. بسم الله علينا. لا أنا شوية يما راسي عورني وحطيت له حنة وشاي. زين أنت راسك يعورك أمش فيها أم راسي يعورها بعد؟ أي يما أنا راسي يعورني هذا اللي صار. أنا الظاهر ضغطي مرتفع شرط قوى وايد. ها تحكي وهديت حيلنا. واحدة نصابة باقت فلوسنا يما باقت فلوسنا. فلوسكم؟ شلون باقتكم؟ فلوس؟ اي يما اي انا كان عندي فلوس ويتنا وحدة تبيع مجوهرات تطلع ورانجول مو صدق وخذت فلوسنا وراحت. وانت يما من وين الفلوس؟ وين خشيتهم عني؟ هذا ما تخليني اذبح انا. يما ما تخليني اقوم عليه شوية وراح تقول لي خباقتنا تقول لي خفاصة تقول حق امك انت تشف فلوس واخلوه من وجهي كنا سايق بيت يدتي واخري عني.